ما رأيك بالشركات الإيرانية التي أخذت أكثر من 452 مشروع في العراق؟ هنالك وبحسب أقوال بأن سياسيين متواطئين مع هذه الشركات التي قد تصل كلفة هذه المشاريع إلى أكثر من 20 مليار دولار. هنا ما تعقيبك؟ يعني بعض الشركات الإيرانية، نعم أكو هنالك بعض الشركات الإيرانية درجت على قوائم البلاك ليست في وزارة التخطيط ومنعت من مزاولة عملها في كل المحافظات العراقية. وهنالك بعض الشركات أيضا، يعني هسه ما أريد نقول نصب واحتيال كان لديها، ولكن أخذت بعض السلف وهربت خارج العراق لأن الشركات مو عراقية. وهذه يعني ملفها مطروح على مكتب السيد رئيس الوزراء، وجادين بمحاسبة هذه الشركات واسترداد الأموال والمتابعة الدبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الأموال المأخوذة من قبل بعض الشركات الإيرانية. وأيضا نرى أن هناك كثير من الشركات الإيرانية أكملت عملها على أحسن مستوى، وقدمت المشاريع وسلمتها إلى الجانب العراقي، إن كانت من تنمية الأقاليم أو إن كانت من الوزارة.